جزاكم الله خيرا، ما حكم الصلاة خلف رجل تشك في صحة اعتقاده؟ إذا لم تعلم عنه شيئا أو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فأحسن الظن به. الأصل في المسلم العدالة والخير والحمد لله، أما إذا تبين لك منه ما يتنافى مع الدين ومع العقيدة فحينئذ تجنبه ولا تصلي خلفه.